شكرا لكم، ننتظركم غدا في مسابقة السعي مع النجوم السعادة والسقاية والوفادة. الحمد لله. شبابنا معنا كلام ثانك يو شكرا ثانك يو مليون شكرا منصور هلا بعد شوي بيفصل كول كول اللهم لك الحمد الحمد لله الذي طعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوه اما ايش بعد والله خلاص هذا مره واحد دخل مطعم بخاري ما ردك والله بيطلب توني امون عليكم الحين بيني وبينكم عيش ومدح اكلنا بصحن واحد الحمد لله صراحه نعم من الله الحين لا ما تمون علينا لا قبل رمضان احنا انا دبجنا بلا فوش انا قبل رمضان اكلت انا قبل كم يوم دبجنا فوق انا وانت بكراويته هذا العيون العيون سفرات تميز يقول توي امون عليكم امون وبرتقال انا قلت شيء غلطت انا خويك شوف خويك واحبك وتحبني على عيني وراسي لكن توصل مرحله لل ما قلت شيء غلط انا يا اسامه ليه 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 انا بس بنصحك نصيحه يا علي مستواك في تقدم فانتبه لا ينزل كذا فاهم كيف ليه يا علي يقول لك بين عيش وملح تقول انا ما ادري ايش انا اسف جزاك الله خير مقبول اسفك والله حنيت عليك بعد الشهقه هذه ودي اني حق هذه بعد الشهقه مرعي العيش والملح موسى عليه السلام علي الله سبحانه وتعالى حفظه من انه يعني يتربى في قصر فرعون صح ولا لا؟ والحمد لله القصه معروف ليش؟ يعني رجعه الى امه والحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى رجع موسى الى امه الله سبحانه وتعالى رجع موسى عليه السلام الى امه ولم يجعله يعيش في القصر عند فرعون ليش؟ عشان ما يصير بينهم عيش وملح ايوه هذا الفائده يفتح بيده يعني ما قال عشان ما يصير بينهم عيش وملح لانه عملك عيش وملح الوضع ثاني هات كاستك يلا بس كان يجي موسى عند فرعون وهو صغير ودليل ذلك انه اعطاه جمره فاكلها جمره انا ما اعرف القصه هذه ايوه والله انت تفرجت حبيبي حمضيات ها ما اعرف القصه اسلم موسى عليه السلام مسك بلحيه فرعون وشدها هو صغير في السن اي والله شدها حلو كان في هذيك السنه اللي ولد فيها موسى عليه السلام نبوه انهم يقولون في نبوءه انه في اي ولد ولد في هذيك السنه راح يقتل يقضي على فرعون صحيح صح فلما شد دقن فرعون خاف قال هذا هو خلونا نختبره قالوا انا ما يدري صغير كان بيذبحه قالت مرات فرعون خلينا نختبره ما فهم بزر فلما اختبروه اعطوه جمره ففتح فمه عليه السلام وهو صغير رضيع فالجمره لدغته في لسانه فقال لها اجل صدفه يعني يوم سحب دقني صدفه قدرا حتى اثرت على موسى عليه السلام اثرت عليه بعد ما ايه بعد ما كبر حتى يوم وهو صار يوم تذكر في القران واحلل عقده من لسان قولي نعم صحيح كان الثر الله بسبب لكن سبحان الله كان اثناء دعوته وهو يدعو فرعون كان الله يصحح لسانه سبحان الله وغير ما وهو بغير جدال مع فرعون وين الثقافه اللي تطلع في السعي هو ها والله شباب فيها والله من جد احنا ما ادري احس تجينا ام الركب لما ايه هذه ما فيها يلا بسرعه قل اي من جد يا اخي تجيك بحلا والله بس شوف يعني قلت لك زبيده وزبيبه عيزه
يعني الله صرف موسى يكون مع فرعون عشان يعيشوا منه، لا صرفه ليعود الى حضن امه. صحيح، هو استعاض عادي حضن امه ولا صار بينه ما يعيش منه. هذا من كلام العلماء، ما اتوقع انه في قاعده انه والله سوف تعيش ومنه. لا هذه من كلام العلماء طبعا، انا اقول لك هاي من الفوائد، مو السبب الوحيد، بس هاي من الفوائد اللي تذكرها العلماء. انا اعتذر والله عشان ما يكون في سوالف اتوقع ما اتوقع وسوالف هذه اتوقع ما اتوقع. مين اتوقع؟ قلت اتوقع؟ لا انا اسف لان السوالف هذه ما فيها اتوقع ما اتوقع يعني. صح، هو يتأثر على ظن بشكل كذا وما ظن هذه ما بس نبي سالفه يا سلطان. ما تبغى واحد من سواليف ابو الشجاع وابو نيتين عن عيش وملح. يا اخوي اخاف اقول سالفه الحين يقطع الهواء. المخرج هذا حسين بشعورك باول ايام. طيب طيب باغته المخرج. لا تقول جيت جلد سالفه ولا نشيد ولا كرهنا وعماء. لا 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 تقول بقول سالفه. ابدا بالسالفه على طول قبل السالفه. ما كرهنا انتبه. اول جلد بالسالفه. باغتك ترى مو باغته. طلع على طول. الله يعطيك يا باص عيون. محبتك يا الله تتحمس. يا اخي والله خروف ذا مسكين. شوف كيف منتف يا اخي. احمد ربك انه والله خلاك انسان ما خلاك. والله في بعض الناس قرفان. بعض الناس يقول يا ليتني كنت ترابا. يتمنى يكون خروف. الله لا يجعلنا منه يا رب. في شايب طلع برا المملكه وشاف الخضار وشاف النعمه وشاف الاشجار والدنيا كلها خضراء. قال طالع في ولد زكي قال يعطي والله الواحد يتمنى انه عنزه هنا. فهمت منهم ذولي. والله من نعمه هذه الواحد يتمنى انه تيس. ولا ناقه ولا سياره. ناقه ولا سياره كذا. وين زبادي؟ تحول يا اخوان. والله اسحاق معليش يا ما بي خاتمي ما بي رجع. انت تقول وين الزبادي؟ ما حتكلم. والله انك زبدان يقول زبادي ذيك النكته. هو للحين ماسكها. عزوز ارمي عزوز وابري ارمي هنا بالعصير الحين. هذا تحس انه مجنون ولا بننفجر ولا خاتمي والعلي والله ما يا الله خاتمي لا كريمي حبيبي كريمي كرملي. انت ابو شجاع على طول يفيد الصوت على الهمس. والله فهمتها وش يا كريم. انا قلت كريمي كرملي. الحين تلبس عقال على الفاضي. صرنا ولا حكم عليه. اخلع يا شيخ. والله في واحد ساقي اسمع يمسك ما بقي. اي والله بالعقل اللي فيه. وش عقل الامير بدل الداد. بدت الجبهه تتوسع. اي والله لا شو نحن نحاول نغير البلديه عندها ازاله. كيف تخطط مخططات. ها والله هذا يصلح زي كرش الشمراني مكان العلاج رحماء وبينه. جبهته كبيره. اسكت يجيكم عند البيت رحماء بينك. جبهته كبيره. اكسر انها صغيره فين شبر انها مثل هي مش شو الشعر مغطي. بسم الله عليه. لا شوف انا جبهتي فيها واي فاي تدري اشغله. والله اشغله. شوف شوف عالم الواي فاي. وانت مسوي واي فاي ما جاك مخمس جاي مش 5000. النعمه
الله يصلح. الله ياخذ عمر ابليس. والله انه باظ. ياكل يجيب العيد في اللي حوله، يلعب يجيب العيد في اللي حوله. يا الله يا الله. دم 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 دم. ساعه كم؟ ايش بك ايش بك ايش بك؟ يموت. شوف 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 معن معن آه لا 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 آخر واحد يشيل السفرة. والله لضرب حوالي اصحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا اخوان بالنظرة، بس من نظرة الرجال طيحت بيبسي. من نظرة الرجال تخرج حلومة. اسحاق مناديل مناديل ما عم بالصلصة. ولا تخلي احد يعجب فيك وتسوي اشياء خطا و... صح وتكون نيتك لله. لا اله بس زياد مظاهر قويه يعني كان صريح. الفرق انه كان واضح. تدرى احنا في الموضوع الحمد لله اني قبلها انا متكلم على البنات ان انا لما ما ارد احتراما اي سبحان الله قبلها بساعتين وجاء الموضوع هذا. والله هنيك ياسر ما شاء الله عليك. تسلم يا شرطة فوق كبير. اي والله فيني حبيبي يا اسحاب. حبيبي يا اسحاب. شكرا يا اسحاب. حبيبي والله جديد حرام يا الله يسرح جميع. اول لبسي مدري ثالث لبسي. والله عبد العزيز انت خطير. والله ماسك حاجه عزيز. عزيز موضوع الله يسعدها عروب سليمان. هلا وعافية. مني؟ وما زل عروب سليمان. يا اخوان في تحولات بشرية. هذه واحدة من المتابعين. هذاك الشمراني ما في الا هو. يعني ما. متابع تفاصيل التفاصيل. قبل ما ينام يطلع كانت مباراة زجاج الأحمر، كان فريق بين فريقنا وفريق المدرسين كان. طيحت كاسر. كانت ذهب عبد الله سبحانه وتعالى وقفة قوية فوزت زد الرسدال علينا. اي والله كان سؤال يفرق. كنت بكمل الزجاجة جابت انكسرت الزجاجة. الله يوفقك. تمام الحمد لله. كل ترى انا قلت بلحق الرجال قبل هم ياخذ على الغام دي. يدي ولا جدتي؟ يدي 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 تجعني. لحظة ولا تورطة؟ تورطة هلا والله. كيف حالك؟ الحمد لله. والله بنعمة. طيبين. هلا. مبسوط علي. تدري ليش شبك؟ لا 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 أحمد. إيه. الله. حياك الله. كيف حالك؟ عرفني. مساك بخير. أنت اللي تطلع في التلفزيون. أيوة أيوة. وش تبي أنت الحين؟ ممكن سيلفي. ها أحمد. صورة.